اللهم إنا نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت. يقول: هل يسن في صيام شعبان شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هل يسن في صيام شعبان شيء؟ ذكرنا هذا، يسن أن تصوم أكثره كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كانت أيام مقطعة لا حرج، تصوم الكثير منه قدر الإمكان، تكثر من الصوم في شعبان كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان كثير الصوم وكان أكثر ما يكون في صوما في شعبان. وهذا يقول: ما معنى قوله إذا انتصف شعبان فلا تصوموا؟ هذا فسرته أنا، قلت من صححه من أهل العلم، هناك من لم يصححه، وأما من صححه فإنه يحمله على تخصيص الصوم بعد النصف من شعبان، أما لو كان يريد أن يصوم الأكثر فهذه هي السنة، فتخصيص النصف من شعبان أو ما بعدها هذا هو الذي يشمله هذا النهي.